كما عقدت لجنة الزراعة والأمن الغذائي جلسة متخصصة بعنوان دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ذلك ضمن جلسات المحور الاقتصادي. ويأتي ذلك تمهيدا لصياغة التوصيات والمقترحات النهائية التي يتم عرضها على مجلس الأمناء. الحوار مفتوح، ليس هناك قيود على الحديث في أي موضوع يضيف إلى تنمية الزراعة. يمكن التوصيات الحقيقة كلها توصيات فعالة، كان على رأسها إيجاد خريطة استثمارية للزراعة أحدد فيها الأراضي اللي أقدر أستفيد منها في التوسعات الزراعية، تحقيقا لرؤية الدولة المصرية في التوسع الأفقي والتوسع الرأسي. أيضا الخريطة دي توضح برضو الأراضي من حيث توفر المياه، من حيث نوعية المحاصيل اللي تجوز زراعتها في هذه المناطق، بحيث ان انا افعل الاستثمار في هذا المجال خاصة للمستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي ايضا. ركزنا على بعض النقاط، التوصيات الرئيسية اللي بنتكلم فيها المتعلقة بتحقيق الامن الغذائي المصري، وخصوصا الجزء المتعلق بان احنا ازاي بنواجه تحديات في المجال الزراعي زي تحديات المواد المائية او توفرها، بنتكلم عن تحديات تغير المناخ، يعني تفتت الطرق الزراعية وغيرها، وكمان طبعا الزيادة السكانية. ولكن اهم التوصيات كانت متعلقة بان احنا محتاجين نفعل قانون الزراعات التعاقدية، لدينا بعض الملاحظات على القوانين القائمة، فمحتاج حاجة زي دراسات القياس الاثر التشريعي لبعض القوانين زي قانون الري والصرف وقانون الزراعة وايضا قانون التعاونيات اللي محتاج تفعيل بشكل قوي علشان تساهم بشكل كبير في رفعت هذا القطاع بشكل كبير. من اهم المطالب الخاصه بصغار المزارعين، ويمكن ده جزء كبير جدا من اهتمامي، لانه يعني احنا في اطار تنفيذنا لمبادره ازرع اللي بتنفذه الهيئه القطاعيه الانجليه للخدمات الاجتماعيه في اطار التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، فاحنا مهتمين جدا بصغار المزارعين اللي هم بيمثلوا 85% من القطاع الزراعي ككل. واهم حاجه هو توفير التقاوي والأسمدة والمخصبات وتوفير الدعم الفني والإرشاد الزراعي، دي من أهم المطالب اللي موجودة. التسعير العادل والمسبق بوقت كافي، يعني لازم يكون المحاصيل معروف من وقت قبل زراعتها امتى يحصل لها، يعني هيكون تسعيرها عامل ازاي، ويكون تسعير بهامش ربح مفيد ومناسب ويساعد المزارع يكون حياته حياة كريمة. حضرتك سبق ان انعقدت لجان الحوار الوطني في لجنة الزراعة قبل كده في اكتر من لجنة، وكل من السادة او بعض السادة الحاضرين انذاك قدموا توصيات فتم حصرها، عشان النهارده تم الدعوه لمعظم الخبراء والذين قدموا بعض هذه التوصيات حتى يتم شرحها واعطاء فرصه اوسع واكبر لدراستها والخروج بالتوصيه الملائمه والمناسبه الممتازه لترفع الى السيد الرئيس. تم طرح التحديات اللي بتواجه قطاع الزراعه المصريه من مشاكل، ويمكن اللي تلخصت في مشاكل محددة اللي هي ندرة المياه مع الزيادة السكانية الرهيبة اللي بتواجه الدولة المصرية اللي بتعتبر أكبر تحدي، عشان النهاردة الغذاء هو مشكلة عالمية، احنا جزء من العالم بنتأثر بشكل كبير، ولكن محدودية المياه أثرت بشكل أكبر، لأن احنا النهاردة تقريبا بنستورد 50% من غذائنا من خارج الدولة المصرية. التحديات اللي تم طرحها من كافة القطاعات النهاردة في الجلسة التخصصية بيتم صياغة التوصيات لحل هذه التحديات اللي تم الاستماع ليها من الفلاح المصري، من ممثل النقابات، من ممثل الأحزاب المصرية بكافة يعني أنواعها. النهاردة إن شاء الله بإذن الله بنضع حلول. النهاردة إحنا محتاجين نعمل إيه للرقعة الزراعية القديمة، محتاجين نعمل إيه للمساحات اللي تم إطلاقها والمشروعات اللي تم إطلاقها، المشروعات القومية اللي سيادة الرئيس بدأ إطلاقها من عام 2016، 1.5 مليون فدان، الدلتا الجديدة، مشروع مستقبل مصر، الصوب الزراعية، كل المشروعات دي النهاردة إحنا النهاردة بنضع حلول لكيفية تعزيز الاستفادة منها لكي تحقق الهدف منها.
وضمن جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور الاقتصادي، عقدت لجنة الاستثمار جلسة خاصة حول الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي تحت عنوان ما بين الواقع والفرص والتحديات. تأتي تلك الجلسات لتحسين المناخ وأيضا جذب المستثمرين. أكيد في يعني وجهات نظر مختلفة في أكثر من مسار من المسارات المتعلقة بالاستثمار، من ضمنها قوانين الاستثمار، من ضمنها مناخ الاستثمار، من ضمنها الإجراءات. كل ده بيتم مناقشته بشكل مستفيض من خلال أوراق بتتقدم ومقترحات. الحقيقة هنا أنا دايما بقول إن احنا محتاجين مقترحات غير تقليدية بعيدا عن الينبغيات، نقعد نقول ينبغي عمل كذا ومن المهم عمل كذا، حلو قوي بس هنعمله ازاي؟ هو ده بقى غير التقليدي اللي احنا اللي انا بقول عليه. في اشياء كتير جدا طرحت النهارده ونحن لسه مكملين. لجنة اليوم تختص بصياغة المقترحات اللي كنا ناقشناها قبل كده فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والحوافز الاستثمارية والمناخ الاستثماري وكيفية تفعيل قوانين الاستثمار، لأن احنا دلوقتي المشكلة فعلا مش في القوانين، القوانين النهائية اللي طلعت فعلا قوانين كويسة، لكن كنا تركيز نقاشنا النهاردة ازاي هيتم تطبيق وتفعيل هذه القوانين وكيفية متابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية ومتابعة القائمين على هذه التوصيات والتنفيذات. فعلا ده الصياغة اللي يطلع لازم يطلع بها الحوار الوطني. احنا فعلا في مصر مشكلتنا مش في التشريعات، تشريعات كويسة وطبعا ناس متخصصة بتعملها، لكن فيما يلي التشريعات وإصدارها، اللائحة التنفيذية وكيفية التفعيل والمتابعة والرقابة على التفعيل لهذه التشريعات، هو ده كان أساس النقطة الأولانية اللي تناولناها في الجزء الأولاني من الحوار النهاردة. القوانين الموجودة بشكل عام هي فيها الجيد وفيها اللي ممكن يبقى احسن طبعا بشكل عام، بس هو التركيز كله على آلية العمل، ده بشكل اساسي، ده رقم واحد. رقم اتنين، ازاي نقدر نسرع آلية العمل بحيث ان هي تبقى محفزه بشكل كبير جدا على المستثمر وبتسهل حياته وبتقلل العقبات اللي بتواجهه في اصدار التراخيص وفي آليات عمله على الارض من اول ما بيبتدي يضخ الاستثمار وكمان لغاية ما العمليات التجارية أو العمليات اليومية بتاعته أول ما بيبتدي يشغل الاستثمار بتاعه.